توفيق البلبولي. نهاية هذه الجولة الثانية. نذكر بالمقابلة الشهيرة وهذه بداية الجولة الثالثة. نذكر إذن بالمقابلة الشهيرة اللي خاضها توفيق البلبولي، كانت إذن يوم 25 مارس 1989 بالدار البيضاء بالمغرب الأقصى الشقيق، وكان انتصر أنذاك على الأمريكي مايكل جرير بالضربة القاضية وأحرز على التاج الذهبي لوزن الثقيل الخفيف. منذ ذلك الحين توقعنا وأن ملاكمنا توفيق البلبولي باش يواصل مسيرته بكل ثبات، وحتى الأخوان أكارياس نواو باش ينظموا له مقابلة من أجل الحصول على لقب العالم لوزن الثقيل الخفيف، لائحة موحدة. لكن في الأثناء وقع الاتصال بتوفيق البلبولي من طرف مؤسسة أخرى، نعرف أن الملاكمين المحترفين ينتميوا إلى مؤسسات وهي اللي تسهل لهم في تنظيم مثل هذه السهرات. إذن وقع الاتصال بتوفيق البلبولي من طرف مؤسسة إيرامو وتعاقد معها، وعلى هذا الأساس غادر مدينة مارسيليا. نعرف بقوسين أن توفيق البلبولي يقطن بمدينة مارسيليا، إذن غادر مارسيليا وتحول إلى غرنوبل. لكن من سوء الحظ أصيب على مستوى ركبته فأجريت عليه عملية جراحية، وكما قلت المؤسسات معناها الغاية منها الغاية من تبني الملاكمين المحترفين هي غاية إشهارية. وبما أن البلبولي أصبح غير قادر على التباري والمشاركة في مثل المقابلات، حاولت بل سعات إيرامو للتسلط من توفيق البلبولي، وهذا هذه سلسلة من اللقاءات التحتية والفوقية لتوفيق البلبولي. وهنا في هذه الجولة أيضا سيطرة واضحة لتوفيق البلبولي. إذا تخلصت المؤسسة إيرامو من توفيق البلبولي، ما سكتش هو قدم قضية عدلية، لكن في آخر المطاف اتفق الطرفان ووقعت القتيعة بالتراضي. شاهدوا السيطرة هنا الواضحة لتوفيق البلبولي، رد فعل إذا من دانيال. إذن بعد ما حصلت القطيعة بين البلبولي ومؤسسة إيرامو عاد إلى الأخوين كارياس وانضم معهما ونظموا هذه السهرة في العاصمة الإسبانية مدريد. بطبيعة الحال قبل الأخوين عودة البلبولي إلى صفوفهما إيمانا منهما بقدرات توفيق البلبولي، والسهرة هذه أكدت وأظهرت وأن البلبولي ما زال عنده ما يقول، والمستوى والمردود اللي أظهره واللي بس نشاهدوه مع بعضنا خلال هذه المباراة أكبر دليل على ذلك. فبالرغم من ابتعاده عن الحلبة لمدة 20 شهر كاملة، فإنه صمد وكان بإمكانه باش ينتصر على الدانييلز ويفتك أو يسترجع التاج العالمي. لكن توفيق البلبولي ربما نقول خانته لياقته البدنية، خاصة وأننا عرفنا من خلال مكالمة هاتفية جريناها معه اليوم وتو نستمع إليها بعد في أواخر هذه المباراة،
اتضح وأنه عند محل بمدينة مدريد ألم به الزكام، وسعى أيضا البلبولي باش يأجل السهرة هذه، لكن المنظمين شدوا صحيح، وهكا بتوفيق البلبولي إذن شارك في هذه المباراة.